مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بزميلنا العزيز ايمن جلبرتو للحديث عن ارقام المباراه. طبعا هارد لاك للنادي الاهلي. للاسف رقميا ما نقدرش نقول ان الارقام كانت لصالحنا. على فكره في بعض الاحيان ممكن الارقام ما تبقاش لصالحك وتقدر تكسب او تطلع بنتيجه ايجابيه. ممكن اللي اتفرجوا على مباراه الكلاسيكو كان يشوف برشلونه استحواذ، سيطره، محاولات، كل حاجه، وريال مدريد هو اللي كسب في الاخر 2-1. لكن للاسف المباراه دي من المباريات نقدر نقول رقميا سيئه للنادي الاهلي، رغم ان المدرب او نحاول نقول المدرب واللاعبين حاولوا ان هم يلعبوا باسلوب مختلف عن المباريات اللي فاتت لتدارك فكره ان انت يخش فيك اهداف مبكره. يمكن دي اول مره ممكن نتكلم ان النادي الاهلي يطلع من فتره كلين شيت شوت اول في جنوب افريقيا، لكن للاسف جميع مبارياتنا في جنوب افريقيا امام سان داونز بنستقبل فيها اهداف. يعني حتى لو بنتكلم على 2001 في النهائي استقبلنا هدف، في 2007 مع مانويل جوزيه كنا كسبانين 2-0 وتعادلوا هم معانا 2-2. بعد كده المباريات اللي هي في الفتره الاخيره كلها في جنوب افريقيا بنستقبل فيها اهداف. اخر خمس مباريات للنادي الاهلي امام سان داونز للاسف ما قدرناش نحقق فيهم الفوز، وده برضو رقم سلبي نتمنى ان احنا نتداركه في المباراه القادمه. الخساره زي ما حضرتك قلت 1-0 يعني ما تعنيش كتير، هي خساره في الاول وفي الاخر، ولكن مباراه الاياب تقدر ان انت الامور بتاعتك تبقى افضل من كده بكتير. ممكن نخش على طول على احصائيات المباراه سريعا كده ونشوف ان فيها رقمين مهمين اللي هم بنتكلم على فكره الاستحواذ. طبعا دي هنا في الاول بنتكلم بنشوف الاخطاء، طبعا اتحسب علينا اخطاء 12 خطا مقابل 7 سان داونز. طبعا التحكيم كان عليه علامات استفهام كالمعتاد في المباريات الاخيره في افريقيا. ركلات الركنيه، وهنا ده برضه بيبين لك الحاله الهجوميه للنادي الاهلي ان هو ما قدرش ان هو يوصل كتير ان هو يحصل على ركلات ركنيه، خصوصا ان اخر هدفين سجلنا في الماتشين اللي تاهلنا فيهم من جنوب افريقيا في هدف جبناه من ركله ثابته اللي كانت ركله ركنيه ياسر ابراهيم لو نتذكر، وقبليه علي معلول كان جاب كره من فاول في مباراه فايلر. مظبوط. التسللات 2-2، ويمكن دي كانت في اخر المباراه تحديدا، في الاول ما كانش الفرقتين ما بيلعبوش على التسلل. هنا المحاولات، سان داونز عملوا 12 محاوله على المرمى، لكن المحاولات الصحيحه اللي بين الثلاث خشبات هم ثلاثه اللي دخلوا منهم الكوره. في الكوره بتاعه العارضه اللي في الاخر النادي الاهلي هي محاوله واحده اللي هي بين الثلاث خشبات بتاعت محمد مجدي قفشه، والمحاولتين التانيين في اخر المباراه. لو هنكمل بقيه الاحصائيات بتاعتنا في المباراه، بص هنا الاهداف المتوقعه برضو من الفرص هم سجلوا من نقدر نقول نسبه كان ليهم هدفين، الفرص بتاعتهم حققت هدفين متوقعين جابوا هدف، احنا طبعا ما فيش خالص صناعه الفرص، الفرق واضح. الاستحواذ هنا الاستحواذ النادي الاهلي في اول خمس دقائق كان فكره الاستحواذ عالي، لكن بعد كده كل الامور راحت لسان داونز. فهنا كانت هنا مشكلتنا، ايه مشكلتنا؟ احنا بنفقد الكره بسرعه، لما حتى بناخد نستعيد الكره من سان داونز اللعيبه ما بتلاقيش بعض ان هي تعمل نقلات كتير تهدي بيه الريتم. عشان كده شفنا ان سان داونز في الشوط الاول في فترات كتيره كان يعني معاه الكوره وبيجري بسرعه، احنا اول ما ناخد الكوره يا اما بتتقطع يا اما بيبقى فيه الكوره معانا بشكل كبير فتتقطع برده او بترجع علينا تاني. بالظبط، فامر صعب. هنا برده التمريرات، النادي الاهلي متعود في الفتره الاخيره نسبه تمريراته بتبقى اعلى من كده بكتير، فهنا واضح جدا ان لاعبتنا رغم معرفش ده ممكن يبقى تاثير الامطار يبقى تاثير ايه انا ما اعرفش. انا برجح ان هو قلق نفسي اكتر من اي حاجه تانية. يعني مفترض ان احنا عندنا خبرات اكبر من كده يا كابتن، فدي حاجه لازم تدرس، لان احنا برضو مزبوط. حتى لو بتلعب سان داونز في ملعبه يعني النسبه بتاعه التمريرات الصحيحه قريبه، لكن النهارده بص هو عامل 600 عامل علينا 600 تمريره واحنا يعني باين ان احنا ما في يعني لا هي بتبقى من بعد الخطوط عندك وقرب الخطوط عنده. بالظبط كده، ده كان واضح جدا بيتفسر كده. يعني قفشه لما ياخد الكوره ما بيلاقيش حد مثلا يمرر له عشان عندك تباعد بين الخطوط، لكن بالنسبه لفرقه سان داونز عندهم تقارب في الخطوط، علشان كده حتى بيلعبوا الطريقه الهرميه اللي تقدر تلاقي واحد واثنين وثلاثه يباصوا. النادي الاهلي كان الهروب من الخصم كمان ما كانتش جيده اكيد. وفي حته كمان يا كابتن انا ممكن لو يعني او لو حضراتكم تقولوا لي اذا كنت صح او غلط، احنا قدرنا نتعامل مع حاجه واحده هم دايما بيلعبوا بيها معانا اللي هي فكره ان هو يسحبك بعد كده يلعبك يضربك بالكره الطويله. دي هم لو عملوها مرتين، ولكن احنا كنا بنتعامل معاها بشكل جيد، فده الى حد ما نمط
جيد من المدرب ان هو حاول الاستفاده من خطا المباريات اللي فاتت امام سان داونز، ولكن فضلت نفس الفكره بتاعت ان هو بيشوط عليك من بره ال 18، من ان انت ما بتضغطش عليه بشكل معين، ان هو شاط عليك ثلاث كور منهم الكوره بتاعت الجون بنفس الطريقه في نفس تقريبا الزاويه. فهنا برضو دي يعني هو النمط لما لقى ان النمط الاولاني عنده انت قدرت تتعامل معاه، هو لجأ على طول للحل الثاني. فانت تقريبا مع سان داونز واضح ان احنا لسه مش قادرين في جنوب افريقيا تحديدا ازاي نتعامل مع هذا النمط بتاع الفريق جنوب افريقيا. الحته الثانيه جيربرتو اللي هي ما بين الباصات اللي هم اكتر منك في الباص، طريقه اللعب بين الفرقتين، الفرقه اللي بتعمل ضغط من قدام هي اللي بتحقق نتيجه اكبر في الباص، لكن احنا كنا بنلعب زون من بعد نص الملعب، فهم عقبال لما بيوصل لك هو بيعمل عده باصات كتير، يعني باصات مش مجديه، ولكن هو على كده بيبقى اكتر منك في الباص لانه بالزبط. بينقل من ورا بالظبط. ممكن نكمل بقيه الاحصائيات برضو عشان هنا دي برضو المراوغات، يعني نقدر نقول هم النسبه بتاعتهم كبيره، يعني هي مراوغات ما كانتش كتير ولكن هم نسبتهم اكبر. الفوز بالكره هي دايما الفوز وخساره الكره ما بين الفرقتين بتبقى يعني قريبه من بعض، ولكن هي الفكره احنا كنا بنفقد الكره بشكل اسرع من فريق سان داونز. وكان في كابتن احمد فوزي جاب لقطه دي اتكررت لو احنا قدرنا نلعب عليها، فكره ان الجون بيمسك الكره كتير تحت رجله، احنا لو قدرنا نضغط بشكل معين اكيد هنعرف نغلطهم ونخليهم يرتبكوا في صحيح. المنطقه دي ممكن نكمل كمان، لان احنا طبعا كل الناس قبل الاستوديو كانت بتسال محمد مجدي قفشه على وجوده، هو عمل مباراه يعني جيده وفقا لاداء الفريق، ما نقدرش نقول ان هو كان عمل مباراه سيئه، ولكن هو ما كانش كان مفترض الفكر ان هو اللي يعمل التحولات بتاعتك، لكن لان مروان عطيه واقف رقم 6 اليو ديانج هو بيقدم شويه في الضغط، المفروض ان قفشه هو اللي كان ياخد الكره ويعمل التحولات لرضا وبيرسي تاو وصلاح محسن، ولكن زي ما حضرتك قلت تمركزاتهم ما كانتش بتساعد في هذا الامر. يمكن دي ابرز ارقام قفشه في المباراه النهارده، ان هو ياخد الكره الثانيه ككره دفاعيه وخد استحوذ على الكره او فاز بالكره 8 مرات منهم 4 بول ريكفر، فده رقم جيد بالنسبه لمحمد مجدي قفشه في مباراه زي كده. خسر الكره مرتين تحت ضغط، نسبه التمريرات بتاعته نقدر نقول جيده، هو عمل المحاوله الوحيده اللي على المرمى للنادي الاهلي نقدر نقول في المباراه. هنخش على بيرسي تاو، لان بيرسي تاو في المجموعه اللي قدام هو برده الوحيد اللي كمل المباراه لنهايتها، وكان هنا في رقم انا برده شايف ان هو مشكله للفريق اللي هو خسارته للكره تحت ضغط. ده هنا بيرسي تاو لعيب اصلا بيعرف يراوغ، لكن هو يخسر الكره 7 مرات من 9 تحت الضغط، هنا بياكد لك ان هو كان بيلعب لوحده، يعني هو لما بياخد الكره في الناحيه بتاعته بيروح عليه 2 أو 3 لعيبه، فهو بيبقى معزول، محمد هاني بيبقى بعيد ما بيقدرش يباصيله الكره، الناحيه الثانيه محد اليو ديانج او قفشه ما حدش بيجي له يسنده، المهاجم صلاح محسن كان بعيد عنه، فهو على طول واخد الكره تحس ان هو لوحده وهم عارفينه كويس، فكان بيروح له واحد وبيغطي عليه واحد كمان مركزين عليه جدا. هم اغلب اللعب الشوط الاول كان من على جبهه محمد هاني وبيرسي تاو، يعني بيروحوا كان في لقطات بيروح على بيرسي تاو 3 لعيبه، فهنا عشان كده ممكن الناس تشوف ان بيرسي تاو النهارده ما كانش في مستواه، لكن بيرسي تاو واحد من اللعيبه اللي النهارده الكره راحت له كتير وكان بيحاول ان هو يعمل حاجه، لكن الضغط عليه كان صعب جدا. اخيرا نقدر نقول يعني نقول له الحمد لله بالسلامه واكرم توفيق عودة بعد نتكلم حوالي 300 يوم، أكتر من 300 يوم غياب بسبب الإصابة. هنا دي أبرز أرقامه في 28 دقيقة كتمريرات، لعب باك يمين، قدر إن هو يعمل الفوز بالكرة 3 مرات، الانترسبشن بتاعه أو الاعتراض الكرة من المنافسين 5 مرات إن هو يقطعها منهم بس بدون استحواذ، وخسرت الكرة قليلة. يعني إحنا هنا بس بنقول له الحمد لله على السلامة لأكرم توفيق، وإن شاء الله مباراة الإياب الأمور تبقى أفضل، الساعة الكاملة تبقى موجودة، النادي الأهلي يحقق النتيجة اللي تأهله للمباراة النهائية. شكرا جزيلا يا أيمن، شرفتنا، وإن شاء الله الأرقام كلها تتغير لصالح النادي الأهلي في مباراة العودة بإذن الله.